خرجت مظاهرات حاشدة ليلة أمس شارك فيها الآلاف تزامنا مع خروج جثمان ثالث قتلى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية الخميس الماضي. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. في سياق متصل أعلن تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة عن تنظيم مسيرتين بمنطقة الحاج يوسف بمدينة بحري ومنطقة أم بدة بمدينة أم درمان غربي الخرطوم اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يبدأ البشير جولة خليجية اليوم يستهلها بالعاصمة القطرية. رغم التأمينات الشرطية العالية خرجت تظاهرات درمان تردد الهتافات المطالبة بسقوط النظام ذاتها، دعوات متكررة وثابتة ظل يؤكد عليها تجمع المهنيين السودانيين بضرورة مواصلة الاحتجاجات السلمية في الشارع السوداني حتى دنو أجل الخطوة التالية وهي العصيان المدني. لأننا صعد لغاية الحتة بتاعت إنه الناس يعتصموا ويعملوا عصيان مدني، يعني خلاص يعني يلغوا الحكومة من حياتهم ويعصوها عشان يخلوا استمراريتها مستحيلة عمليا، وده يترافق معه إضراب سياسي معلن تشارك فيه كل الفئات العاملة الآن عشان يعني إسقاط الحكومة. الشرطة لا تملك هذا السلاح، دليل ردده الرئيس البشير على مسامع المتجمهرين لسماع خطابه بالكرادة، مبررا سقوط قتلى في تظاهرات حي بري بالخرطوم الخميس الماضي، ومؤكدا أن عناصر مندسة وسط المتظاهرين هي من قتلتهم، متهما حركات دارفورية بالوقوف وراء ذلك. إذا قابلت بحر أبيض وأهل بحر أبيض نحن عبرنا، وإذا رفضوا الناس بحر أبيض نحن هنسلم الرأي من جديد. الدكتور بتاع بري ده مقتول من داخل المظاهرة وبسلاح ما موجود في الجيش ولا موجود في الشرطة ولا موجود في السودان. شهادة الطب العدلي الذي أكد أن إصابة الطبيب القتيل جاءت من الخلف وجراء بندقية خرطوش رآها مراقبون مناقضة لما أورده الرئيس السوداني في خطابه عن أن نوع السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين لا يطابق ما تحمله القوات النظامية في البلاد. الإصابة كانت من الخلف، وحسب معرفتنا نحن بنوع السلاح المستخدم انه بنقول انه دي عباره عن خرطوش، طلق الخرطوش اللي هي بتكون فيها الحشار ده بيكون جواه في شنو مجموعه من شنو مجموعه من البليتس جلل الحديديه الصغيره، مع الاطلاق في مسافه بتنتشر هذه الجلل وبتصيب الجسم. وطالب زعيم حزب الأمة المعارض ورئيس قوى نداء السودان الصادق المهدي بضرورة فتح تحقيق أممي للكشف عن المتسببين في مقتل المتظاهرين العزل، مشككا في حياد اللجنة الحكومية التي خصصتها الرئاسة السودانية لإجراء التحقيقات. سباق مستعر هو إذن بين جانب رسمي يؤكد شرعية بقائه على رأس الحكم في السودان، ومعارضة تستند على حراك شعبي يزداد احتقانا بالزيادة أعداد القتلى في الاحتجاجات السلمية ويصر على المطالبة بالتغيير. سالي عثمان، تلفزيون العربي، الخرطوم.